تبعها تفجير إرهابي انتحاري بحزام ناسف ما أدى إلى استشهاد 24 شخصا في حصيلة أولية وإصابة أكثر من 100 بجروح. كما أضاف مراسل المركز الإخباري أن من بين الشهداء مدنيين وعدد من عناصر نقطة التفتيش الأمنية في المنطقة. عدا عن الأضرار المادية الكبيرة، الإرهابي الذي قام الانتحار الذي قام بالتفجير بعد أن تجمعت الناس لإنقاذ ما يمكن من المدنيين أثناء انفجار السيارة في المرحلة الأولى. طبعا مشاهدينا أيضا ينضم إلينا مرة أخرى مراسل المركز الإخباري في مدينة حمص معين درغام. معين.